السلام عليكم. اليوم في الشيوات أمي إن شاء الله راح ندلكم حلوى جافة بالفلان فلان فاني. استعمل هذا نوارة، يجي روعة الحلوى، بزاف بنينة هاد الحلوى قديمة يعني روعة. نتمنى تجربوها وتعجبكم. مش راح نحتاج هاد الوصفة، المقادير تاعها كيما انا نشوفو قلال، ما فيها والو هاد الوصفة. راح نحتاج 250 غرام تاع لا مارغرين طرية، 4 علب تاع فلون نوارة، كل وحدة فيها وزن 50 غرام، زوج خميرة الحلوة، 4 بيضات، والفرينة باش نلمو العجينة. يعني ما كاش أسهل من هذه الوصفة. إذا ندير فوق لا مارغرين، ندير هذاك لو فلون، 4 أكياس تاع لو فلون. هنا ما نديرو لا لافاني لا السكر، لانه الفلان حلو، هو اصلا فاني. الحلوة تاعنا راح تجينا صفراء، تجي تشهي هاد الحلوة، يعني حتى البنة تاعها تجي ما شاء الله. اذا راح نكمل كامل 4 علب. اذا نزيد 4 حبات تاع البيض كاملين. كما قلت لكم مقادير بسيطة جدا، هادو اللي يحبوا الحلويات الجافة. حتى في الدار يعني نكتشفوا انه حتى اخوك كبير ولا مولا بيتك ولا الاب ولا يحبوا الحلويات الجافة، ما يحبوش ولا المقروط والبقلاوة، هادو لا غنى عليهم، يحبوهم بزاف. اذا نخلط هادو المقادير مع بعض. شوفوا الخليط كيفاش يجي صفر من لو فلون. اذا هنا نخلط مليح ونبدا نزيد في الفرينه وندير زوج خميرات على الحلوه، يعني كل واحد فيها 10 غرام، كل كيس فيه 10 غرامات. اذا نديرو زوج اكياس على الخميرة، نزيد الفرينة حتى تلملنا العجينة. بطبيعة الحال نخلو العجينة طرية كيما لي صابلي، نفس الشي نلم العجينة تاعي. هذه يعني حلوة سريعة، بخاف تكمليها مش راح تدي منك الوقت بزاف. شوفوا اللون تاع العجينة تاعنا من الفلون، حتى ريحتو روعة. اذا نلم العجينه تاعي مليح ونخلو العجينه تاعنا طريه. الان نبدا نشكل في الحلوه تاعي. دائما انا نستعمل كيس بلاستيكي كي ندير حلوه نطبعها. نحكم شويه تاع العجين والعجينه نخلوها طريه، ندير شويه تاع الفرينه فقط ما كترش. اذا نحلها ب2 اكياس، ما نرقوهاش بزاف لانها مش راح نديرو حبه فوق حبه. نديرو في حسابنا انه نحمل الحلوه تاعنا حتزيد تخمر، فيها 2 اكياس تاع خميره الحلوه. انا حنستعمل هذا المول باش نطبع به. اذا نديرو في الفرينه باش ما يلصقش ونطبع الحبه تاعي. ها هي يعني تزيد تخشن، هذيك هي. اذا انا حنطبع الحلوه كامل تاعي، نطيبها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله باش نكملوا التزيين تاع الحلوه تاعنا. نطيبها على 180 درجه كما لي صابلي، غير ينشفوا كولور نيكلير. نحوهم ونلتقي فيما بعد ان شاء الله.
اذا هنا الحلوه تاعي راهي طابت كما رانا نشوفوا، طيبناها وخلوها طريه ما نحمروهاش بزاف باش الحلوه تاعنا تجينا هشيشه. هذه الشوكولا بلون انا ذوبتها في ان بان ماري كما راكم تشوفوا، راح نتعامل معها كما تعاملنا مع الشوكولا نوار كما درت لكم لي غلاساج. ندلها شويه تاع الماء سخون لانه لا درتوها هكا مش راح تكفيكم الشوكولا تاعكم وراح تعذبكم في الخدمه، لكن بهالطريقه راح نحصلوا على نتيجه مليحه كما رانا نشوفوا هنايا. هاي تبان لك شغل فسدت الشوكولا تاعنا هنا، ما تخافيهاش. راح نزيد لها شويه تاع الماء سخون ونزيد نخلط تعاود تنطلق كما رانا نشوفوا وتولي تبري بهذه الطريقه، ما نخافوش منها لانه لا ديريها هكذاك تجيك بزاف عقده. ديري يعني الباكي كامل وما نعرف لا كفاك، لكن بهذه الطريقه ها هي شوفوا كيفاش ولات. هنا نبدا نكلاصي بها الحلوه تاعي، اذا ندير بهذه الطريقه كيما الطليه. وهاد الحلوه يعني في الاصل تندار بالطليه ما تندارش بالشوكولا بلون، لكن انا هنايا انا عندي في الدار ما ياكلوليش الطليه، اذا نعمل حاجه اخرى اللي هي الشوكولا بيضاء راه تخرج لنا كيما الطليه تماما. اذا راح نكلاصي الحلوه تاعي بهذه الطريقه ونعاود نرجع لكم باش نكملوا التزيين تاع الحلوه تاعنا. هي حلوه جافه سهله لكن بزاف شابه وبنينه. اذا نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا انا درت الشوكولا بلون تاعي كلاصاج راهي نشفت، راهي نشفت تنشف بالخف يعني ميم با 10 دقائق ربع ساعه تصبيها نشفت. هنا ذوبت شوكولا نوار، هنا شوكولا نوار ما نزيد لها ولا شيء، ماشي كيما اللي نزيد لها الماء لا ولا شيء. هنا هذاك الكيس اللي فرغته تاع الشوكولا بلون راح نستعمله باش نزين به الحلوه تاعي. ويلا عندكم الـ يعني لابوش ماذا بينا، هذه كانت كبيره فقط يعني اللي ما عندهمش بوش باش يزينوا. اذا نحكم لابوش تاعي هذه، نحكم هذا الكيس هذا وندير فيه هذيك الشوكولا اللي ذوبتها باش نديروا التزيين تاعنا تاع الحلوه. بهذه الطريقه اذا نفرغ كامل كما قلت لكم يعني حلوه بزاف سهله والبنه ما عندي ما نحكي لكم روعه هذه الحلوه هذه. اذا نحكم هذه الكيس تاعي هذا ونجمعو نلمو مليح ونعمل ثقبه من تحت، ثقبه صغيره باسكو انا حندير خطوط فقط. زينها يعني تزيين عشوائي بالك راكم والفتوني، انا يعني كل شيء نعمله يعني نعمله بسيط ما نحبش الاشياء يعني الصعيبه ولا المكلفه. اذا هنا راني قطعت الساشي تاعي نحكمه مليح ونبدا نزين في الحلوه تاعي خطوط عشوائيه. اذا انا حنكمل التزيين كامل تاع الحلوه تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي هنا بعد ما نشفت درتها لكم هنا في الطبسي، راح تقطع لكم حوالي 50 حبه يعني حلوه زاكيه. ها هي الحلوه تاعي ان شاء الله تعجبكم، تجي بزاف طريه وتجي بزاف بنينه. هنا في بلاصه الشوكولا بلون تقدروا ديروا طليه عادي، فقط انا ما نحبهاش اذا درت الشوكولا بلون. راح نشوف لكم حبه هنايا نقسمها لكم. ها هي الحلوه تاعي شحال طريه بزاف طريه هشيشه بزاف هاد الحلوه، نتمنى تجربوها وترجعوا لي بالخبر. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غديروا لي جيم لا فيديو.